إذن مشاهدينا، عدنا إليكم وننقلكم في هذه الإطلالة إلى الضفة الغربية، وكلنا تابعنا مشاهدينا إنه يعني من خلال فترة الهدنة كان في من شروط هذه الهدنة أن يكون هناك صفقة تبادل الأسرى. تابعنا في غزة تسليم الأسرى للصليب الأحمر، وتابعنا في الضفة فرحة أهلنا وعائلاتنا وأسرنا بعودة السيدات الأسيرات المحررات اللي قضوا في السجون سنوات وبعضهم أشهر وبعضهم صغيرات في السن، وأيضا شاهدنا أشبالنا اللي خرجوا أيضا في هذه الصفقة. مشاهد جدا رائعة فيها كان تحية للمقاومة لأهل غزة، كانت العبارة الأبرز إنه إحنا صح فرحانين اليوم لكن فرحنا ممزوج بالحزن على شهداء غزة. أكيد من خلال هالملف وهالفقرة حنكون مع مشهد لمشاهد الدموع والأحضان لاستقبال أهالي الأسرى الفلسطينيين لأبنائهم، وسنكون أيضا في اتصال عبر سكايب مع السيدة حنان البرغوثي أم عناد، وهي أيضا واحدة من الأسيرات اللي تحرروا في هاي الصفقة، وهي أم لأربع أسرى وشقيقة أقدم أسير في فلسطين. أكيد حتنورنا ونحاورها، وخلينا نشوف أول هالمشاهد وبعدين نرجع لضيفتنا. كنت بين البنات بالسجن بستنى حدا يفتح علي بس لاخذ ابسط حقوقي. بالمقابل انا هلا على ارض الواقع شايفه كثير ناس حوالي، شايفه السماء لاول مره من فتره بدون شبك. يعني انا مشاعري هلا صح مبسوطه بس كثير يعني متأثرة إنه لسه في بنات ضلوا بالقسم ضلوا بالسجن، بس إن شاء الله حريتهم قريبة. وكمان يعني شعر بأهلنا في غزة ومحاولات والمفاوضات. أكيد مشاهدينا الحمد لله على سلامة أسيراتنا وأسرانا المحررين، وهنيئا لأهلنا وعائلاتنا في الضفة وللشعب الفلسطيني في فلسطين وفي الخارج هذا الإنجاز وهذا النصر العظيم. اسمحوا لنا نرحب مشاهدينا عبر سكايب بضيفتنا السيدة حنان البرغوثي أم عناد، وهي الأسيرة المحررة في هذه الصفقة وأم لأربع أسرى وشقيقة أقدم أسير في فلسطين. حياك الله ست حنان أم عناد، أهلا وسهلا والحمد لله على السلامة. الله يسلمك، حياك وبياك، الله يرضى عنك يا رب. أهلا وسهلا ومنوريتنا ومنور الكرة الأرضية. يعني بالأمس صورك ومشاهد العزة لما طلعتي وتحدثتي مع الفضائيات فعلا كانت مصدر عزة وإلهام وفخر إلنا، فالحمد لله على سلامتك. وبدنا نسألك عن مشاعرك، وأنت اليوم بتحكي باسم يعني كل الأسيرات والأسرى اللي تحرروا، ومشاعر أهلنا في الضفة بعد هذا الإنجاز. الله يسعدك ويبارك فيك يا رب، وعقبال إن شاء الله يا ربي تحرير كل أسرانا وتبييض السجون والتحرير مصر، ونسجد سجدة النصر وسجدة الشكر لله تحت الأقصى خلف أبطال مقاومتنا اللي راح إن شاء الله يكونوا معانا، ولما تكون فلسطين محررة كل فلسطين إن شاء الله. صحيح فرحة الحرية فرح ما بعدها فرحة كثير، يعني إحنا يعني كنا حرائر من أجل حتى وإحنا في داخل الأسر، رغم أن في الاحتلال، رغم أن في السجن كنا حرائر غصب عنه،
وسنبقى حرائر بإذن الله بفضل الله وبفضل المقاومة اللي ما تركتنا، اللي ضحت بالغالي والنفيس من أجل إنها تشوف حرائرها خارج السجون وتحت وخارج قبضة الاحتلال النازي السادي الظالم. الفرحة كثير يعني كبيرة، ولكن مخلوطة بمشاعر أليمة موجعة. لما يعني كنا نتخيل إنه في دمار في غزة، في تشريد في غزة، إلا إنه بالشكل اللي أنا شفته بعد ما تم الإفراج عني، لا ولا مرة كنت أتخيل الإبهاد الحجمي. فتحية كبيرة لكل أهل غزة. يعني إحنا ثمننا كان غالي، 15,000 شهيد، تهديم غزة، كل غزة كانت دمار، أطفال غزة، نساء غزة، بحر غزة، بحر دم. يعني غزة بتسبح فيه بحر من الدماء، في روائح كثير للجثث اللي خلف اللي تحت الردم. ولكن إن شاء الله إنه هذا بحر الدماء سيكون ماء يروي أرض فلسطين لتزهر من جديد باللون الأخضر، وتكتسي فلسطين كلها باللون الأخضر من جديد، ونحن كلنا خلف المقاومة. نعم. وسنبقى، ثقتنا عالية بالمقاومة. رسالة أسيراتنا اللي تبقوا، وخاصة رسالة أختنا آي خطيب وأختنا شتيلة أبو عياد اللي هن من الداخل المحتل، عندهم ثقة تامة في الله ومن ثم في المقاومة. تحررنا أم لم يتحرر، الثقة موجودة وحسن الظن موجود إنه المقاومة ما راح تترك لا بنت الداخل ولا بنت فلسطين ولا بنت القدس، رغم الألم اللي هن بعيشن فيه الأسيرات والظلم اللي بتمارس عليهم والسادية والحرمان والجوع والعطش. المي مقطوعة على البنات، أكل ما فيه، بردنات بدون أغطية إلا اليسير منها، بدون لباس دافئ. ولكن لما كانت تيجي بنت جديدة من برا ونعرف خبر عن المقاومة، كان هو غذائنا وكان هو شربنا، نرتوي بنصرهم ونشبع بنصرهم وبتمكينهم من الله. فكل التحية وكل الإجلال وكل الإكبار لأهلنا في غزة وللمقاومة اللي بتقدم القادة قبل الجند. إحنا اليوم شفنا يعني شاهدنا تشييع قادة من قادة المقاومة، وهذا كله فخر إلنا. إحنا كلنا إن شاء الله الجنة ثمنها غالي، ولكن سنقدم الغالي والنفيس. نعم. من أجل تحريرنا، من أجل أن نكون من أهل الفردوس الأعلى بصحبة الشهداء، بصحبة رسولنا الكريم. نعم. عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله التحرير. يعني ست حنان، أكيد يعني إن شاء الله يا ربي إحنا نكون معكم كمان في يعني هذه المعركة. وأكيد ست حنان، وأنت تتحدثي عن فرحة أهالي الضفة، أكيد حاول هذا المحتل أن يحاصر حتى فرحتكم بعودة الأسرى أو بعودتكم لذويكم، حاول بكل السبل أن يمنع ظهور أعلام والرايات الخضراء والهتاف للمقاومة. لكن رغم ذلك خرجت الضفة، يعني حضرتك تفضلتي وقلتي أنه ثمن حريتنا كان غالي، لكن أيضا أنتم في الضفة ستقدمون ثمنا أيضا من أجل أن تتحرر غزة وأن يفك عنها الحصار، وبعودة المقاومة للضفة وعودة المقاومة وشعب الضفة وأهل الضفة وجمهور الضفة خلف المقاومة. فبالتالي هذا إنجاز أيضا تحقق من خلال هذه الصفقة وهذه المعركة. تحدثينا ست حنان أيضا عن الرسائل اللي وجهتها الأسر والمتظاهرين في الشوارع ورفعهم للرايات الخضراء وهتافهم لقادة المقاومة ولأهلنا في غزة. أولا غزة رغم اللي بصير فيها هي حرة وستبقى حرة، حتى بوجود الدبابات على أطراف غزة، حتى بوجود المسيرات والطائرات في سماء غزة. غزة صنعت حرية لعالم بأكمله. صحيح. لأمة بأكمله. نعم. في الضفة إحنا خلف المقاومة وإلى جانب المقاومة، وإن شاء الله نصير نحن أمام المقاومة. خذ اللهم خذ منا حتى ترضى، وخذ منا إذا رضيت، وخذ منا بعد الرضا. أنا لما حكى لي الكابتن وأنا طالعة من الدامون بقول لي إذا بكون في أي مظاهر احتفالية رح أعيد اعتقالك، أنت بتعرفي يا أم عناد إنه أبنائك الأربعة عندي؟ قلت له لو كانوا غير هيك ما بدي إياهم، لو كانوا غير إنهم يتم اعتقالهم أو إنه يكونوا مقاومين ما بدي إياهم. ربنا يفك أسرهم يا رب. آمين يا رب. فإحنا الحمد لله رب العالمين، الضفة كلها
حتى لو بوجود المرجفين أو المتخاذلين أو اللي بدهم يحبطوا المثبطين، إلا إنهم إلى زوال إن شاء الله، هم والاحتلال إلى زوال بإذن الله، والضفة كلياتها هي إن شاء الله ستبقى الرئة التي تتنفس بها غزة خلف المقاومة ومن أمام المقاومة وإلى جانب المقاومة، بالدعاء وبالعتاد وبالأبناء وبالشهداء بالنساء. لو صادروا حرية سنبقى أحرار، لن نخاف سجونهم ولن نخاف قتلهم ولن نخاف من أي شيء. ستبقى الراية مرفوعة خفاقة في سماء الضفة وعلى الأقصى وفي الداخل المحتل. بنات الداخل المحتل لما كانوا يجيبوهن بنات قواصر، بس مجرد إن حطات صباح الخير يا غزة، صباح التمكين يا غزة، يضربوهن وهن يعروهن يهددوهن بالاغتصاب. الضابط بحكي لي شباب مقاومتكم اغتصبوا بناتنا، قلت له شباب مقاومتنا متربيين على الأخلاق وعلى الدين، صدورهم مليئة بكلام الله بالقرآن. انت انت بتكذب الكذبة وبتصدقها ولا مرة، العالم كله كشف زيفكم وكذبكم وضعفهم في ان الانفاق تحت المستشفيات، او ان مقاومتنا عدت وستعد، واعدوا لهم ما استطاعوا وهم منصورون باذن الله. نعم، يعني احنا ام عناد بودنا فعلا ان يطول الحوار معك، واليوم أنت رمز من رموز الصمود والثبات، وأنت أم الأسرى وشقيقة أقدم أسير، وأنت أيضا الأسيرة المحررة. أهل الضفة أكيد وشعب الضفة لن يعجز بأن يقاوم هذا المحتل بكل الوسائل وبكل السبل، وبشريات إن شاء الله النصر القادم من الضفة ومن أهل الضفة هي تلوح في الأفق. تحية لك أم عناد السيدة حنان البرغوثي من الأردن ومن أهل الأردن ومن عائلات الأردن، تحية لك ولكل الأسيرات اللي تم تحريرهم، وللأسرى والأسيرات اللي بقيوا في السجون أيضا، وإن شاء الله قريبا تحريرهم قادم. شكرا جزيلا لك السيدة حنان البرغوثي أم عناد، وكانت معنا الأسيرة المحررة وهي الأم لأربع أسرى وشقيقة كما قلنا أقدم أسير في فلسطين. يعني وبها إن شاء الله وبهذا المشهد العظيم لثبات وصمود ويعني معنويات أهل الضفة ووقوفهم خلف المقاومة، نختم مشوارنا وحلقتنا لليوم. أكيد نلقاكم في حلقة قادمة غدا بإذن الله وفي نفس السياق، ولن نبرح أبدا يعني هذا الثغر وهذا المكان ووقوفنا مع أهلنا في غزة وفي الضفة وفي القدس في فلسطين، وسنستعرض من خلال حلقتنا كما قلنا أيضا مشاهد المؤازرة والتضامن مع أهلنا في غزة وفي فلسطين. إذن إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا، نلقاكم غدا بإذن الله، نستودعكم الله، في أمان الله.